دلوقتي حضراتكم هتزوروا معانا محافظة الفيوم، هنقابل اتنين من الجدعان مصطفى هاشم ومصطفى جمال، نجحوا في تأسيس أول مصنع لفلاتر هواء السيارات في مصر. المصنع لا تتجاوز استثماراته حوالي 10 مليون جنيه، ولكن جميع إنتاجهم ولأشهر قادمة مباع بالكامل. خليكم معانا. سافر يا ابني، اتعلم وشوف بره بيعملوا ايه. دي كانت نصيحة اب لابنه، وفعلا غيرت مسار حياته تماما هو وصديق عمره. الابن البار هو مصطفى سعيد هاشم، وصديق عمره هو مصطفى جمال علي، ومسار حياتهم اتغير بعد زيارة للصين شاف فيها مصطفى سعيد هاشم مصنع لفلاتر الهواء بتاعة العربيات الملاكي، فجاب شحنة وهو أسطى في التجارة ونزل بيها مصر، فاتخطفت وجاب التانية فباعها قبل ما توصل مصر، وفوجئ إن مفيش مصنع في مصر عنده القدرة على إنتاج كل فلاتر الهواء اللي ممكن ينتجها لو جاب خط تصنيع كامل من الصين. جري على صديق عمره وقال له معايا، رد عليه إنهم طول عمرهم على الحلوة والمرة مع بعض، وحطوا الفلوس اللي معاهم وتقدموا لصندوق تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة والمتناهيات الصغر، فآمن بفكرتهم وقرر دعمهم وبقوة، وفعلا أسسوا في الفيوم أول مصنع في مصر بينتج فلاتر الهواء للعربيات الملاكي الألماني والفرنساوي والأمريكي والكوري والصيني، واكتسحوا السوق. تخيلوا بقى حضراتكم أن مصنع مصطفى سعيد هاشم وصديق عمره مصطفى جمال علي استثماراته كله على بعضه ما تعديش 10 مليون جنيه، أما مبيعاته فتجاوزت في السنة الأولى 40 مليون جنيه، ومتعاقدين على التصنيع لسنة قدام، وبيصنعوا في اليوم 4000 فلتر هواء، وكل المستوردين بقى بياخدوا منهم بدل الاستيراد، وهم نفسهم بقى بيصدروا فلاتر الهواء. بجد النية لما بتبقى خالصة والسعي للنجاح بيبقى صادق، ربنا بيدي من غير حدود. وبالمناسبة مصطفى سعيد هاشم اتخرج في كلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة سنة 2013، وهو من أسرة بتشتغل في توزيع وتوريد المواد الغذائية للمصانع. أما مصطفى جمال علي فهو اتخرج في كلية التجارة انجليزي بجامعة القاهرة، وأسرته متخصصة في تجارة الأراضي والعقارات، والاتنين قرروا يكون عندهم البزنس بتاعهم أو استثمار خاص بيهم. تعالوا نقابل في البداية مصطفى سعيد هاشم مؤسس مصنع اس جي لفلاتر هواء السيارات الملاكي. مصطفى سعيد هاشم مصنع فلاتر هواء السيارات اس جي، صح كده؟ اه. شغلانة جديدة، مصنع جديد، انا اول مرة شخصيا نعرف ان احنا الصناعة دي موجودة في مصر ومتوطنة وبالشطارة دي. مظبوط، انت شاطر حبيبي. شكرا. ازاي؟ هي الفكرة كلها جت ان انا يعني انا طموحي كبير. اول ما خلصت جامعة قلت انا عايز اسافر اشوف البلد اللي هي بقت مصنع العالم، الصين. الصين رحت مسافر الصين، عايز اشوف شطارتهم ازاي من بلد فقيرة جدا جدا جدا. انت عايز تشتغل يا صناعة يا تجارة، مش في دماغك خالص انك تتعين او وظيفة او حتى السلك الدبلوماسي اللي لا هو مجالك؟ تمام. انا طموحي من زمان ان انا ابقى بيزنس مان كبير. دخلت لحتة الفلاتر دي ازاي؟ دخلتها ازاي؟ هي جات، كنت في زيارة في الصين في فترة، وصاحب مصنع بتاع فلاتر استضافني عنده لما عرف ان انا من مصر، لان هو نفسه يمسك زبون مصري يفتح له شغل استيراد وتصدير، لان السوق المصري طبعا سوق جبار، سوق بيستهلك دايما اي حاجة. فبعد كده رحت جبت من عنده شحنة في التانية فلاتر. كان عربيات ايه بقى؟ العربيات اللي انا شغال فيها بانواعها، يعني شغال ياباني، كوري، الماني، نقل خفيف. طب سايب حاجة يا عم؟ الماني بانواعه؟ الماني بانواعه، مرسيدس، بي ام، جيتا، باسات، سكودا. فعلا هنا بتعمل مرسيدس وبي ام واودي وكلام ده، وبالاوريجينال يعني المواصفة. أنا دايماً شغال على البارت نمبر بتاع العربية نفسه، برفع المقاسات بالمليمتر، جايب عندي هنا كل مكان، وجايب استنباط بقى أحدث من أي مصنع شغال بيها في الصين. بص هقول لك على معلومة، أنا مجرد ما دخلت المصنع هنا أول حاجة عيني جات عليها الورق. تمام مظبوط. حتى أنت أنا لمحت
ورق بجودة محترمة جدا وغالية جدا ومكان دقيق جدا لتقطيعه مزبوط. لان الفلاتر ما فيهاش هزار ما فيهاش ده هو لو ملي زاد او ملي نقص مش هيركب في العربيه. طب التركيبه دي عرفتها انت جبت مثلا شراكه مصين معاك عرفتك التشغيل ازاي؟ كانوا عايزين يدخلوا معايا شراكه فعلا وجالي هنا الناس صينيين لحد الفيوم عشان يشاركوني بس بعد كده فعلا كان في مؤتمر تبع وزاره الهجره مبادره رئيس الجمهوريه مراكب النجاه اللي هو بيساعد الشباب على الشغل هنا في مصر وكفايه ان انتوا ترموا نفسكم في البحر وده حقيقي هي دي كانت نقطه الانطلاق ليا للتنفيذ على ارض الواقع. ده كان تبع وزاره الهجره مش كده؟ وزاره الهجره بالفعل كلموني توجه لجهاز تنميه المشروعات عندك في محافظتك وهيساعدوك مادي هيساعدوك معنوي هيساعدوك في استخراج التراخيص. كان لسه كل الكلام ده عباره عن فكره في دماغك او دراسه؟ كل ده كان لسه فكره حتى دراسه الجدوى عملناها مع بعض انت وجهاز المشروعات. انا وجهاز تنميه المشروعات فعلا يعني انا كنت بروح لهم انا اللي اديلهم الديتيلز لان الديتيلز المشروع مش موجود في مصر طبعا محدش يعرفه فانا اللي كان عندي كل الديتيلز بتاعته صغيره وكبيره ومرحله التصنيع بتاعته والانتاج اليومي وكنا بنحسبها ان احنا هنطلع في الشهر قد ايه والعملاء المتوقعين قد ايه والجرام الفلتر الواحد هيكلف علينا قد ايه ونفسه بسعر المستورد يعني عشان نشوف اذا كان المشروع فعلا تمام ولا لا والحمد لله احنا النهارده انا ببيع اقل من البضاعه المستورده وجوده اعلى من البضاعه المستورده يعني بكام المستورد يعني المستورد دلوقتي فلتر مثلا زي العربيه المشهوره جدا الهيونداي الفيرنا الفلتر ده بيجي من الصين وبيصرف شحن وبيصرف جمارك بيقف على المستورد بدون مكسب ب 35 جنيه لسه مكسبه ولسه شكله ده لسه مكسبه ولسه مصاريف توزيعه ولسه مصاريف تخزينه وكلام كتير انا ببيع الفلتر ده للمستورد ب 26 و28 جنيه من المصنع هنا برافو عليك والكواليتي بتاعه اعلى من المستورد لا ورقك ده لا صح اعلى من المستورد فانا بختار دايما الورق ده في انواع كتير ده ورق جدا. ترشيح ورق ترشيح ده بيدخل صناعات غذائيه خلي بالك بيدخل صناعات غذائيه وصناعات طبيه وصناعات كيميائيه وصناعات نوويه عرفنا المصنع وعرفنا ان احنا ممكن ننقله لمصر سوقه رائق جدا تمام اي بضاعه هتجيبها هتعرف تبيعها الحمد لله وبالتالي بفضل الله خلاص خدنا قرار ان احنا هنجيب المصنع ده مصر تمام اخترت المعدات ازاي تشغيلها ازاي اخترت ازاي المكنه دي قبل المكنه دي الفكره بقى جت ازاي في حته هنا عندك انا ما اعرفش يعني لو انت ما عندكش الخبره بتاعه التصنيع مش عارف تجيبها مظبوط الرطوبه والبخار اللي بتطلعها مظبوط انا برضو يعني ايه زي ما بيقول كده بحب اشوف اهل الخبره مين اكتر ناس مميزين في الصناعه الالمان ليه بقى؟ لأن الألمان الحاجة بتاعتهم بتعيش فترة طويلة جدا والدقة فيها يعني رهيبة رهيبة ما حدش هيقدر يتكلم على دقة الألمان فأنا عايز الدقة وعايز العمر وعايز القوة الإنتاجية وعايز السعر الأقل في المعدة صحيح رحت مختار السعر الأقل إيه نتيجة التقفيل فرحت جاي جايب المكن التكنولوجي بتاعه عالي جدا الدقة بتاعته عالية جدا الكمية الإنتاج بتاعته عالية جدا لأن السوق محتاج كميات رهيبة كبيرة أبعد ما أنا تخيلها خدت كام في البداية من جهاز المشروعات؟ خدت حوالي نسبة 60% من تمويل المشروع يعني حوالي قد إيه؟ 6 مليون وكسور أنت كنت مقدم دراسة كام؟ أنا لا الدراسة بتاعتي كانت حوالي 12 مليون بس طبعا على كذا مرحلة إحنا أول ما بدأنا بدأنا ب10 الحمد لله يعني ما شاء الله الله أكبر النهاردة بعد سنة من التشغيل بقينا بنصدر لليبيا والسودان وتنزانيا ما شاء الله والسوق المحلي مغطين اكبر مستوردين واكبر تجار في مصر كلها مستورد بياخد منك مستورد كله خلاص ساب الاستيراد ما بيحاربكش في يعني اول ما اشتغلت ده هو النهارده بالفعل كان لسه في واحد طالب مني مستورد اوردر هيتسلم يوم الخميس ان شاء الله بيكلمني بيقول لي يا مصطفى انت كنز لاي حد ان انت عرفت توفر الماتيريال دي الراجل ده اول ما قعدت معاه قبل ما يشوف العينه بتاع المنتج بتاعي كانش مقتنع ان المصنع في مصر هيطلع الكواليتي بتاع الاجنبي اول ما شاف العينه ما صدقش ان ده تصنيع مصري انت طاقتك هنا كام فلتر في السنه انا لا في اليوم انا بنتج في اليوم 4000 فلتر في اليوم 4000 فلتر مظبوط محتاجين بالطاقه دي كم مصنع كمان لا محتاجين 10 مصانع 20 مصنع يا انت عندك كم فلتر النهارده كم نوع فلتر احنا شغالين الحمد لله بفضل الله ياباني كوري الماني نقش بنتكلم في حوالي 37 نوع عربية بمختلف موديلاتهم يعني الهيونداي بأنواعه النيسان بأنواعه
كل نوع تحت. قول قول كمل اسمع منك عايز اسمع. كل ايه الانواع دي؟ البي ام، المرسيدس، الشيفورلي كروز، الاسوزو، الشيفورلي النقل، الدي ماكس، الاوبل انسيجنيا، الاوبل الاسترا، الباسات، الجيتا، المرسيدس، البي ام، الاودي، السيات، حتى الشيري، وكل ده بتخرجه الصيني. حتى الصيني عملتها. المتوسط عندك 28؟ اه 30. يعني العربيه الصيني عملت لها فلتر، عملت لها الفلتر بتاع يعني بعد كده عملت لها. العربيات الصينيه عندها كتير في مصر، بعد كده عملت حتى العربيه الام جي اللي لسه نازله مصر جديده. جبت المقاسات بتاعتها وبعملها ان شاء الله، بجهز الاسطمبه بتاعتها. دلوقتي هنقابل مصطفى جمال علي، العضو المنتدب والمدير التجاري لمصنع اس جي لفلاتر هواء السيارات الملاكي، وشريك مصطفى سعيد هاشم في المصنع بالفيوم. وعلى فكره هو كان شغال في استيراد قطع غيار السيارات، لكن تفرغ تماما لمصنع فلاتر الهواء اس جي. مصطفى، اختيار العامل عشان يشتغل في مهنه او صناعه لسه جديده في مصر احنا ما نعرفهاش. تمام. عندنا مصنع بس الفلاتر العربيات النقل الكبيره. احنا هنا بنتكلم في كل انواع السيارات الملاكي، كل انواع الملاكي. تمام. مظبوط. بجميع جنسياتها. مظبوط. لقيته ازاي ودورت عليه فين ودربته ازاي؟ تمام. طبعا كيفيه التعامل مع العامل دي مهمه جدا. لازم العامل وهو شغال يبقى عنده اريحيه في المكان، ان هو يوصلك لاعلى انتاجيه. ده طبعا لازم العامل يكون مبسوط وهو شغال. طبعا احنا جبنا الاول الفني من الصين، علمهم كيفيه التشغيل من الاول. طبعا عليه فيما بعد هم حاولوا في كل المكن وهم اشتغلوا عليه، واحنا معاهم ان هم يطلعوا احلى انتاجيه واحسن انتاجيه. بالمناسبه صناعه فلاتر الهواء للعربيات الملاكي بتعتمد على ورق اسمه ورق ترشيح، ده قلب الفلتر، ومصر ما فيهاش ولا مصنع للنوعيه دي من الورق، وبالتالي اللي يقدر يعمل مصنع لورق الترشيح هيكسب ذهب، وخصوصا ان ورق الترشيح ده بيدخل في الصناعات الغذائية، لانه على سبيل المثال هو عبوة الشاي الفتلة، وكمان في الصناعات الدوائية وعبوات مستحضرات التجميل وغيرها كتير. مصطفى، انت النهاردة بتنتج حوالي 4000 فلتر في اليوم الواحد. تمام. يعني عايز جهاز تسويق. تمام. بتعمل ايه في تسويق كل الكميات دي؟ احنا نزلنا بنفسنا، يعني تبنا التسويق بنفسنا. نزلنا على جميع التجار، يعني هو برضو المنتج بتاعنا قليل جدا في السوق، هو كله فبياع جدا، مش محتاج اصلا، يعني هو عاملين التسويق فيه قليله. بس طبعا موضوع التسويق ده كده لابد منه. التسويق ده يعني هو عباره عن جوده منتج وسعر. احنا وجدنا الاثنين، وجدنا الجوده ووجدنا السعر، فوصلنا طبعا لمرحله كبيره جدا من التسويق. المنتج سواء نفسه يعني بمعنى الاصح. طب مصطفى، دلوقتي احنا بنصنع العربيات الكوري والالماني والصيني واللي موجوده في مصر، كل حاجه بنصنعها. ربع نقل والزوزو. تمام. طيب والشوفرليه، موقفنا ايه مع التوكيلات دي؟ يعني تمام. هو في توكيلات بيبقى قطع الغيار حصر عليه. تمام. انا طلعت له بقطعه غيار عنده ومفيش غير عنها. تمام. فلتر الهواء. موقفك ايه مع العربيات اللي انت بتعملها مع التوكيلات دي؟ تمام. انا ماليش دعوه بالتوكيل، انا بصنعش المنتج، يعني انا مش واخد وكيل من المصنع نفسه. انا بصنع منتج يعني هاي كوبي بس بجوده الاوريجينال. احنا نقينا احسن ورق موجود في شرق اسيا كله. يعني ده ملوش علاقه بالملكيه الفكريه ولا لا ملوش علاقه، مش عارف لا شكل ايه. لا ملوش علاقه بالظبط خالص. احنا يعني واصلين لدرجه الهاي كوبي بس بجوده الاوريجينال. طيب احنا دلوقتي بنصدر لثلاث دول، ليبيا والسودان وتنزانيا. تمام. مظبوط. صح كده. مظبوط. خطتنا ايه في التصدير؟ خطتنا ان احنا نتوسع في جنوب افريقيا كله، وفي افريقيا بالكامل كلها. احنا الدوله عاملين لنا منصات الكترونيه، البوابات بنعرض عليها جميع منتجاتنا، يعني الموضوع شبه فري. وطبعا بيبقى انت الزبون بتاعك جاي عن طريق المنصات ده، فبيبقى مضمون بنسبه 300%. صحيح. انت مش يعني مش معرض ان انت للنصب، او معرض ان انت يحصل مشاكل معاك في خروج المنتج بتاعك او الكلام ده كله. مصطفى سعيد هاشم وصديق عمره مصطفى جمال علي فكروا بره الصندوق، وكان قلبهم حديد، والفكرة دعمها بقوة صندوق تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر، لأنها فعلا تستحق. ومن هنا أسسوا مصنع فلاتر الهواء الخاصة بالعربيات الملاكي، بخطوط إنتاج جودتها عالية وبطاقة كبيرة جدا، وطبيعي ينجحوا.